وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السفير سعادة السفير حمد العامر، وهو الباحث في الشؤون الإقليمية ومجلس التعاون. بعد تحية سعادة السفير، وكما تعلم بأن ميثاق العمل الوطني رسخ العلاقات بين مملكة البحرين والدول الخليجية والعربية والدولية، كيف تقرأ ذلك من وجهة نظرك الشخصية؟ أولا أهلا وسهلا في هذا اليوم العظيم. أعتقد أن يوم الميثاق الوطني في البحرين هو يوم غير عادي ولحظة تاريخية حقيقة تستحق التأمل في مسيرة البحرين المشرقة دائما بالأمل والأمال والأيام الجميلة بقيادة سيدي صاحب الجلالة قائد حركة التقدم والنهضة الحديثة. هذا اليوم أخي العزيز وضع البحرين على خارطة الدول التي تؤمن بالتعددية والمشاركة الشعبية في الحكم وسيارة القانون، ويمكنني القول بثقة بأن إنجاز الميثاق يمثل خطوة متقدمة في نهج التحديث السياسي والاقتصادي للدولة والنظم والمؤسسات بما يلبي تطلعات شعب البحرين نحو المزيد من التطور والتقدم الحضاري. نعم سعادة السفير، ما هو تقييمكم للدور الرئيسي الذي تقوم به مملكة البحرين في معادلة ونصرة مختلف القضايا الخليجية والعربية معا؟ أخي العزيز، أستطيع أن أقول شيء في هذا الموضوع وهو أمر واضح جدا، فقد انعكست علاقات البحرين الخارجية مع الدول الخليجية والعربية والصديقة والمحبة للسلام قبل استغلال البحرين في سبعينيات القرن الماضي. البحرين كانت تحتضن بحرية تعدد الأفكار والمعتقدات على أرضها في نموذج نادر جدا قلما تجده في دول أخرى. لذلك وفي ظل هذا التسامح الروحي والفكري ازدهرت الثقافة وتعايشت الأديان وتعززت العلاقات وتوطدت علاقات البحرين السياسية والاقتصادية بالأمم والشعوب. أنا أعتقد أن دولة البحرين من خلال مبادئ ميثاق العمل الوطني تكون من ناحية سياسية قد مارست دورها السياسي كعضو فعال في المجتمع الدولي والإسلامي والعربي، وأكدت تمسكها بكل الثوابت كونها عضو مؤسس لمجلس التعاون والتزامها بالعمل الخليجي والعربي المشترك مع الدول العربية والأجنبية لتعميق التلاحم وتوسيع الشراكات بما يحقق التطلعات. سعادة السفير حمد العامر، وأنت الباحث في الشؤون الإقليمية ومجلس التعاون، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.